خشيتي تخيل معايا قارئ في السن ده ويمتلك أسلوب الشيخ المنشاوي وإتقانه في التلاوة سيطر على قلبه حتى بكت عيناه. شهد له الدكتور حامد شاكر نجاد والأستاذ أحمد أبو القاسمي والقارئ السيد حسنين الحلو. أول ما دخل منصة التلاوة استقبلته اللجنة استقبال خاص بتلاوة قصيرة أبكت عينه وجوارحه القارئ رافع العامري، القارئ الذي اتخذ أسلوب الشيخ محمد صديق المنشاوي منهجا له للتلاوة، حتى لقبوه في العراق بالصوت الباكي مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي. تلاوته مدروسة ومتقنة، سلاسل من نغم ذهبي طل علينا بها كطلت القارئ المتقن. الفكرة هنا بقى ان هو مش جاي يقرأ 5 دقايق ويمشي، ده جاي يثبت اتقانه في التلاوة واتقانه لتقليد الشيخ محمد صديق المنشاوي، وجاي يثبت ان هو استاذ في التلاوة. لو انزلنا هذا القرآن على كبر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله الشيخ رافع ما شاء الله 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 دكتور. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله 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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله الله يا أبو مرسل. الله 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 لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله الله صدق الله العليم.